يوماً بعد آخر تخسر القوات السعودية رهانها على عامل الوقت ويتعاظم الاحتقان الشعبي. فالسعودية التي كانت تعتقد بأن اتباع أسلوب السيطرة التدريجية والهادئة على محافظة المهرة ربما سيغفل الأهالي عنه حتى تتمكن من إحكام السيطرة على المحافظة، لكن ما اتضح هو العكس. فمع الوقت تكشفت الأجندة الخفية للتواجد السعودي الذي تدثر بغطاء إعادة إعمار المحافظة التي لم تشهد أي من مظاهر الحرب المستعرة في اليمن. وأيقن الناس أن إعادة الإعمار هو احتلال صرف واجب النضال ضده بكل الآليات والوسائل المتاحة. هذا ما بات يتردد على لسان قادة الحراك المهري، إنه من المهرة لا يقبلون الاحتلال، وإنه على الجميع أن يتفهموا لمطالب هذا الشعب. ونحن اليوم تقريبا معنا سنة ونحن في الاعتصامات والعمل السلمي. إذا كان السلمية ما تنفعها مع الأعداء ومع المحتلين ما يفهموا هذه الرسائل، فربما هذا الشعب ينتج أنواع جديد من 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 النضال ضد الاحتلال حتى يخرج الاحتلال. المسيرات شبه اليومية واللافتات السلمية وشعارات المطالبة بالرحيل الفوري ما انفكت تبارح شوارع المهرة وأزقتها. إنها الأرض أقدس المقدسات بالنسبة لليمن، ومتى ما نادت الأرض لبى اليمنيون نداء. مرحلة ضعف وشرعية هزيلة لا يمكنهما جعل اليمنيين يساومون بأرضهم أو يرضخون للضيم.